السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد. صراحة اليوم ماشي موضوع ولكن إعلان مسبق عن حلقات موكرو مافيا. شكون ممكن كاين اللي ما تيعرفش واحد المسلسل يعني كيدوز على واحد القناة فيديو لون اللي هو يعني كيحكي على واحد القصة ديال اخطر مافيا عرفتها هولندا ولا عرفت التاريخ الهولندي. فلهذا حنا ما غنتكلموش على هذا ما غنتكلموش على المسلسل ولكن غنتكلموا على القصة الواقعية الحقيقية. غادي نشاهدوا تجارة المخدرات. تصفية حسابات. خليكم معنا قريبا على قناة الطفوية إن شاء الله نشوفوا جميعا سلسلة أخطر مافيا عرفها التاريخ الهولندي. خليكم معنا وترقبوا معنا قريبا هذه السلسلة.